جمال صوت ورقي أداء، جوابات وانتقالات سليمة يغلفها الخشوع، وجهد استثنائي في الأداء. بهذه الكيفية كان أداء حسن عبد الله موتيليلا في المرحلة الأولى، فكيف سيؤدي اليوم؟ نستمع معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن
الظن ولا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، انصتنا لتلاوة المتسابق حسن عبد الله موتليلا من تنزانيا. طيب الله لكم الأنفاس. الشيخ باسم العابدي لكم الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله بك يا أخ حسن. قرأ الأخ حسن آية مهمة جدا في بين الإنسانية، كل الإنسانية الله سبحانه وتعالى جعل فيها الناس، خلقهم ليتعارفوا، وحقق على ضوء هذا التعارف المعيار في الأفضلية والأرجحية وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقومية واللون والعرق لا أثر لها ولا علاقة لها بالتفضيل، الملاك هو التقوى. فعن الإمام الرضا عليه السلام قال: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. جعلك الله من أهل الإيمان ومن أهل اليقين. كررت في موضع واحد وقلنا أكثر من مرة لا ينبغي لكم التكرار أيها القراء، إن شاء الله في مرة أخرى لا تكرروا المطالب والآيات، جزاكم الله خيرا. عفوا، قد يأتي سؤال. تفضل سيدنا. من جناب الدكتور، هو لعله لأنه أخطأ أو تلكأ في بئس كأنما قال هكذا، حقق الهمزة كأنه في هكذا البداية حقق هكذا، ثم يعني تراجع عن ذلك لكي يصحح فقط، وهو لم يصحح يعني، هو عادها بنفسها، هو قال بئس صحح شيخنا، لأن هذه همزة أصلية تسقط في درج الكلام، لأن في حالة واحدة في القرآن الكريم دخلت فيها التعريف على همزة وصل، وهذا في لفظ الاسم فقط،
من الأسماء السماعية يعني العشرة المحفوظة يعني شفعتم له شفعتم لا لكل القراء تسقط يعني في درج الكلام بسلسم الفسوق كلهم يقولون هو عادل التصحيح على ما أظن كرر لكي يتجنب الخطأ الذي وقع فيه فلذلك فأنا يعني سمعت الكلمة نفسها يعني هو قال لا كان تلك فلا بأس جيد بسيطا موفق إن شاء الله هل شفعنا بذلك مولانا قبلت شفاعة سيد كريم موسوي تفضلوا حبيبي حسن كنت ذكيا كما في السابق باختيار المقامات والانتقالات كانت صحيحة يعني ولكن مع الأسف التكلف كان يلزمك طيلة التلاوة وهذا التكلف أثر سلبيا على صوتك وعلى حسن أدائك ككل الله يوفقك إن شاء الله بالآتي يا رب شكرا جزيلا سيد حسنيا رأيكم شكرا جزيلا أستاذ محمد طبعا حسن أحس لما يقرأ القرآن أكو يعني في داخله انكسار الخشوع واضح كما طبعا ورد في الروايات قال القرآن يعني تظهر عليه ملامح وسماء المؤمنين حين التلاوة هذه واضحة في تلاوته انتقالات المقامات ما راح نتحدث عنها باعتبار أستاذ كريم تحدث عنها قوة الصوت واضحة جدا وجذابة وجمالية صوته لا يفقدها حينما يعني ينتقل إلى الطبقات العليا أو بالطبقات المنخفضة التصوير النغمي إلى حد كبير وهو لا يفهم العربية ولكن إلى حد كبير كان واضح جدا وصل إحساسه لنا أنا قد أختلف مع أستاذ سيد كريم بأن التكلف جسديا كان لو لم أشاهد حسن وأستمع له فقط لا أحس هذا التكلف موجود في أدائه هذا 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 اللي وصلني يعني أنا لما أشاهد حسن أشوفك تكلفك وشد وهذا يحتاج بعض الأحيان جهد كبير حتى يؤدي القارئ ولكن حينما أستمع له فقط لا أحس بهذا التكلف يعني وأشار سيد كريم هذا التكلف موجود نعم جسديا وهو صحيح وبالنتيجة تلاوته جميلة جدا وفيها التصوير وفيها التعبير وفيها التلوين ونتمنى للموفق وفيها إن شاء الله الإحساس وفيها الإحساس أيضا نعم لعل التكلف كان في قسمنا إحنا التجويد مخارج وصفات فعلا هو أنا مش صوت أنا بدل عنك كنت خايف منكم أكثر بس زين عدت على خير التكلف يعني كان عدت على خير معنا سيدي التكلف كان أستاذ عماد رامي رأيك والله أنا أتفق مع الأستاذ حسنين أنه كان التكلف بالجسد وليس بالصوت عن جد كان جيد قراءة جيدة وصوت قادر وقوي ما شاء الله الله يوفقك أختم معكم الشيخ عمر تفضل حسن الشيخ حسن كنت حسنا في غالب تلاوتك وهنا إلى ملاحظة عامة وهي تمطيط المدود وزيادة في بعض الحروف لأجل الصيغة النغمية فاجتنبوا هذا لأن القرآن الكريم له ضوابطه وله ميزانه وله مقاييسه فلا ينبغي أن تكون الصيغة النغمية تتعدى على الجملة القرآنية وهذا ما نزل به القرآن الكريم في القرآن لا يحتاج إلى صيغة نغمية تزين على حساب الحروف ومقادير وأزمنة الغنى وغير ذلك فلذلك القرآن جميل وميزانه رائع جدا وجرسه رائع فبارك الله فيك شكرا جزيلا للجنة التحكيم جمال ورقي في الأداء شكرا جزيلا لك يا حسن على هذه التلاوة شكرا جزيلا تفضل